شو بدك؟ بدي اياك تطلع يا زلمه، اطلع من شان الله، الك 3 اشهر شغل دار دار شغل، اطلع من الاوضه. مش طالع. اذا بدي اطلع من غرفتي للمرحاض بدي اتكلي 16 ليره. الدوله الوحيده، المدينه الوحيده في العالم اللي بتصرف جوا دارك عمان، جابوا مستشارين من كل العالم، المانيا واليابان، عشان يفهموا انه كيف المواطن بيصرف جوا داره. ما عرفوش، قالوا الا رب العالمين اللي بيعلم، الا رب العالمين. طب يا زلمه بهمش، الله يخليك يا زلمه، اطلع احلك، اتحمام، غير جو، والله الاولاد نسيوا شكلك، اطلع يا ابن الحلال. اه حلو، حمام وحلاقه، هذه لحالها بدها مي وكهرباء، بدك تتكل لك 70 80 ليره. اسمعي، شوفي الاولاد وفرجيهم اي واحد في الشارع، قولي لهم هاي بابا، اقول لك شوفي جدي، شوفي تيس، قولي لهم هاي بابا. انا مش طالع. بدكش تطلع؟ لا 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 لا، بدكش تطلع؟ اعوذ بالله. طيب اذا بدكش تطلع انا بدي اسحب حالي انا والاولاد ونروح عند دار اهلي، والمشوار هذا بده يكلفك 70 ل 90 ليره. لا شو قلت؟ اذا 70 ليره هيدي طالع. هيدي طلع يا زلمه، والله اشتكنا لك بابا. ها شنطتي انمزحت، بدي شنطة جديدة. ولا عيني صرف، هاي طلعت 16 ليرة الشنطة لحالها، بس فتحت الباب، يعني لو فتحت طاولة وجبت الرقاصة مع صبايا ما بكلفش 12 ليرة. هيني راجع الباب. ايوه ايوه، جيت جيت. سيربرايز، جينا من امريكا ميشيغان. يس. مصيبة 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 مصيبة، افتح الباب. اللي صاير فيك ما رح يصير في حدا يا جوزي، ولك اخوي جاي من امريكا. السخيف عامل لي اياه مفاجأة. حلوت. افتح. جاي لحاله؟ لا، جايب لك حر وجاي. حلوت بزيادة، حلوت بزيادة. هلا بده غدا، الغدا بده 400 ليرة، حلو مع شوية فواكه، مع حلو حلو. روحي يا اختي روحي. اسمعي، هو عارف ان انا عايش؟ لا هو بيعرف انك على قيد الحياة، بس من ناحية عايش مش عايش. يا بيي محلاهم اللي مقطوعين من شجرة، يا بيي محلاهم. نيال الأرامل والمكاتيع، نيالهم المكاتيع. اسمع، بدي أروح أفتح له عيب مرزوع على الباب له ساعة، تخلينيش لحالي، الحكمي. اسمعي، مش تقولي لي إن أنا بدخن، يضل يمزح مني، أوعي. قولي لي جوزي ما بدخنش، ترك الدخان من زمان. أوكي. بدخن ملوخيه، بدخن قصب، بدخن كنادر، بولعها وبدخنها، بشم كنادر. هلا بدنا نسوي له، اذا في الصالون، فتحت الصالون بدها 60 ليره لحالها، بدها حلو، بده بزر، وبده قهوه، وبده حلو. ام علي، شو هي هذه ام علي؟ خلطة خبز ناشف بجيبونا وكلمة حليب بخلطوها بيطلع 3 ليرات و16% ضريبة يا حبيبي، بتوصل لها 100 ليرة. أم علي لحالها. وبعدين ليش سموها أم علي؟ يعني ليش ما سموهاش مثلا أم تيسير، أم خالد، أم رامي؟ لوت. كيف المفاجأة؟ أكيد انبسطتوا. أنا لا. Miss you, يا مان. Long time. How was your life? كيف أمورك أبو نسب؟ والله I am dead. أنا ميت. أنا معطيهم. إيه أهلاً يا أخوي. أهلين، نورتوا. إيه بس أنت يعني جايين تقعدوا عنا ولا بس بدك تسلم وتروح؟ نو no, إحنا زهقانين البيوت، زهقانين البيوت. إحنا حاطين الشرط أكم من ساعة، بدنا ننزل نشم هوا بعمان. نفسنا نوكل، نفسنا نروح على مولات، نلعب الأولاد في الألعاب. نفسي كمان بحلو كتير كتير زاكي. أم تيسير. أم علي، أم علي يا أخوي، أم علي. آه خبز وحليب هذا. بعدين بدنا نأخذ الشرط وننزل على الاوتيل. انا جايب معي 5000 دولار. احياء شوارب ستي، لا تاكل 5000 خزوك. يلا تعالوا معنا بليز، كم وذاس، رح تنبسط كثير سلطان. لا لا لا، انا بدي اضل في الدار يا اختي، انا مش طالع. انا معي طاعون، انا مطعون، عندي طاعون، عندي حجر صحي ما ياكل هواء جدري. او ماي جاد. وأنا كتير صعب لأنه عندي ورشة عمل في الوزارة مهم أكون فيها. من هي وزارة يا مكلعة؟ أنت شغل وزارات يا عوجة؟ انطم، في حدا متبع طلع فيها مصاريف. أبو نسب نو بليز، أنا بدناش نتأخر، بدنا نروح نطلع بسرعة لأنه أنا مستعجل، بدي أشم هوا. أنا جايب معاي 5000 دولار، بعدين بدنا نروح على الأوتيل وناخذ معنا الشنط. طيب يلا نصرف، تفضل. يلا باي باي، ليتس جو. هاي بندام سلوى عبد العظيم، وأنا بدي أروح على الاسكيفة تاعتي وأضل نايم للصبح، أضل معطيات شخوة. أحلو. يمه
هاي بيت خالد جوز. يلا يا معلم خير يا شرشوحه، في شيء؟ مالك يا اخوي بسرعه رجعت ونسيتي شيء؟ احلوت 5000 دولار طاروا بح ولا اشي، صاروا ذهبوا مع الريح، طاروا تبخروا. شوفي ليش؟ انا معي طاعون بطلعش برا الدار، عندي حجر حصلي. شوفي ليش؟ شوفي كيف راحن؟ طاروا هيك ما ضلش شيء منهم، راحوا. مش انا قلت لك؟ ما انا قلت لك طلعت من الدار من هنا، اخذت لك تاكسي تاكسيين ثلاث، هاي 60 ليرة، بعد لها فلي فليهين ثلاثه، ليرتين، هاي بدك 15 ليرة، بتروح على المطعم بشمطك الجنينه هذه شمت فتحه الطاوله 5 ليرات. بعديها ببلش حبيبي بدك توكل ريش وشويه استيكات، بجيب لك الفاتوره 200 ليرة، بعديها بشمطك 16% ضريبه مبيعات و10% سيرفس، تطلع 500 ليرة. حلو. وبعدها يا حبيبي بدك تاكل لك هذه ام منذر وام علي ام جوزيف يا اخي تحت باب الحاره، اللي هي والله والله مره اكلت ام علي هذه بعمان ب10 ليرة. طب يا اخوي تاكلوا لقمه على السريع وبتتسهلوا منيح. لا 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 زي ما قالت الشرشوحه، نو 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 بدهم يطلعوا. لا اكل ولا اشي، بدي الحق اروح على المطار ماشي، انا على الحديده صفيت. يلا داد خذوا الشنطه، او لا بالاول روحوا اعملوا بيبي بالحمام عشان. لا 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 بتصير نتصير في الطريق كنا، ما فيش داعي. يلا بدي اجي معكم، انا طالع. وين بدك تروح؟ بدي اروح على مشي قال معكم. لا امشي يا بابا. يلا معي طعون. يلا 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 بسرعه يا حبيبي. يلا بسرعه بسرعه يا بابا. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. يلا معكم على السريع على السريع على المطار على المطار. باي كسرت رجلي كسرت رجلي. هلا 3000 دينار مستشفى أشعة وتصوير وإبر. أحا أنا بتر على السريع، أنا بتر على السريع. حلوت بزيادة.